مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم شهيوات ماريا. بمناسبه شهر رمضان كنعرفوا ان بزاف الناس كيوليو يشربوا العصير بزاف. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير ساهل ممكن تستعملوه في دقيقه واحده. فقط كتاخذ تمر الحليب وكذلك الزهر، لان الزهر فيه فوائد كثيره وكيجي لذيذ مع التمر والحليب بلا سكر بلا حتى شي حاجه. اجيو معايا نشوفوا الطريقه ديال التحضير. مشاهدينا العصير ديالنا وجد كيف ما شفتوا، التمر الزهر الحليب. طريقه سهله جدا وكيجي لذيذ، خصوصا ديك النسمه ديال الزهر كتزيدوا للذا. بالصحه والراحه، رمضانكم كريم.